السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيدة أن هذه الزيارة المزارية بمناسبة الوصول في بلاطان المطار. أنا سأكون مرحباً في جلسان ذكر يأتي فريتي قد يكون مدوماً شجرة الأصوات. أنا بشاهدة لها أستاذ أحمد زينان بن مأتوزي. كود untuk mata pelajaran ini adalah LPA 2101 kumpulan 11 iaitu bahasa Laksa Satu. Okay. Hazihi sajaratun uswati. Okay. Haza uswati abi. Haza jadun. Abdul Najib bin Malik. جدي فلهم ناجحون لي 60 سنة. هذه جدة أعيا بن أتين. جدتي وقبه منزل أمي 67 سنة. هذه أب مأ زهير بن يوسف هو فلهم ناجحون أمي 49 سنة. هذه أسوتي أمي. هذه جد إسماعيل بن الياسين. جدي متقاعد شاطر. أمي 65 سنة. هذه جدة وبعد أتين. جدتي وابوه منزل أمي 70 سنة. هذه فول مأنام بن إسماعيل. يعمل فول مهدر في كوليس يونيفرسيتي إسلام يوسف. أمي 63 سنة. هذه أمي نعمة بن إسماعيل. يعمل ربه منزل. أمي 58 سنة. هذا خلود مدرس بن إسماعيل. يعمل جنبي أمي 50 سنة. هذه خالة نور سلينا. يعمل خالة كاتب في المدرسة أمي 45 سنة. هذه أخت كبيرة نور حفيشة. يعمل طبيبة في المستشفى أمري 27 سنة. هذه أخت الثانية نور حفيظة. يعمل محاسبة في البنك أمري 24 سنة. هذه أنا نور حليزة. أنا طالبة في جامعة فترة ماليزيا. أمي 22 سنة. Itu sahaja silsilah keluarga saya yang ingin saya bentangkan pada hari ini. Terima kasih.